السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتعلمنا مع بعض البداية بتاعت البرانشنج ستراكشر، أخدنا إيف إيلس إيف إيلس إيف وإيلس. النهاردة إن شاء الله هنكمل على موضوع البرانشنج، هناخد فيه السويتش كيس. بيقول لي أنا الأول هخلي اليوزر يدخل سترينج، أنا هقول لليوزر كده انتر اللور كيس ليتر اوف الفابيت، انا هخليه يدخل مجموعه من الحروف اللي هي سمول، وبعد كده انا هاخد قرار هل الحروف دي هي فاول ليتر، هل هي حروف متحركه، هل هي كونسونانت، هل هي حروف ساكنه، ولا هل هي واي. زي ما عودتك تحل، قلت لك قبل ما تحل وتروح تكتب بالماتلاب كود، انت الاول بتعمل الفلو تشارت بتاعك وبتقول انا والله في الاول خالص بعد الستارت هقول له دخل لي اللور كيس ليتر، دخل لي مجموعه انا ده هاخدها من اليوزر، وزي ما قلت لك هاخدها عن طريق فانكشن اسمها انبوت زي ما خدنا المره اللي فاتت. كويس جدا. والانبوت دي بتستقبل سترنج بحطه ما بين سنجل كوتيشن. حلو. بعد كده بسال سؤال، هل الحرف اللي دخل لي ده هو احد الاحرف A او E او I او O او U؟ والله لو يس هتقول الحرف بتاعك ده فاول ليتر وتنهي البروسيس بتاعتك. لو نو هتشوف هل هو واي. والله لو يس هتقول ان الحرف ده هو واي، وواي بتبقى في بعض الاحيان بتبقى فاول ليتر، اس سام تايمز فاول، وهاند البروسيس. طب لو ما هوش واي هقول لك والله الحرف اللي انت دخلته ده هو عباره عن كونسونانت، ده حرف ايه؟ حرف ساكن. طيب تعالوا نجرب الحكايه دي في الماتلاب. هروح الاول اهو، انا قلت لك الاول انا بستقبل سترنج من اليوزر، فاستقبله عن طريق فانكشن اسمها انبوت، والفانكشن اللي اسمها انبوت دي لها انبوت ارجومنت. الانبوت ارجومنت بتاعها بيكون عباره عن سترنج بدخله ما بين سنجل كوتيشن زي ما احنا شايفين كده، بقول له انتر ان ان لور كيس ليتر. كويس. لها انبوت تاني اس بدخله ما بين سنجل كوت، ده انبوت اوبشنال اختياري، يا تدخله يا ما تدخلوش زي المره اللي فاتت. احنا المره اللي فاتت ما دخلناهوش والفانكشن اشتغلت زي الفل، ما فيش اي مشكله خالص. بخزن القوه دي كلها في فاريبل اسمه ليتر. كويس جدا. بعد كده بتست هل الليتر ده هو ايه؟ اور لوجيكال تيست اهو، هل الليتر ده هو اي؟ اور هل الليتر ده هو اي؟ اور هل الليتر ده هو او؟ اور هل الليتر ده هو يو؟ والله لو واحد منهم بقول له اف برينت اف يور ليتر از افاول ليتر، حلو. لو واحد منهم يبقى الحرف ده حرف متحرك. طيب ايلس اف ما كانش واحد من دول، هعمل تيست تاني هقول له ايلس اف الليتر هل هو حرف واي؟ والله لو واي هقول له يور ليتر از واي اند واي از سام تايمز ا فاول، مفيش مشكله، ده جمله انت بتطبعها لنفسك عادي جدا، مفيش اي مشكله. طب له لا كان هو واحد من الخمسه دول ولا كان هو واي؟ هقول له والله الحرف بتاعك ده از كونسونانت، حرف ساكن. حلو. تعالوا نجرب. لو قلت رن وقمت مدخل له مثلا دي وانتر هيقول لي ايه؟ يور ليتر از كونسونانت. كويس جدا. طيب لو قمت مدخل له مثلا قلت له رن وانت قمت مدخل اي وانتر هيقول لي يور ليتر از ا فاول، حلو جدا. لو قمت مدخل له الليتر بتاعي واي هيقول لي يور ليتر از واي اند واي سام تايم ا فاول. كويس جدا. النهارده هنتعامل بقى مع حاجه ثانيه بتعمل برانش واجمل كتير جدا من الاف. بدل ما اقول اف الس اف الس اف الس اف بعد كده اقول له ايلس او انت، بعد بستخدم بقى السويتش كيس. بعمل سيناريو جميل جدا، انا في الاول بستقبل الانبوت من اليوزر اهوت، بقول له انتر ان الور كيس ليتر وبدي له اس عشان خاطر يعرف ان انا مدخله سترينج او ما اداهوش خالص، عادي مفيش مشكله انها اوبشنال، وبخزن الكلام ده كله في فاريبل اسمه ليتر، وبعد كده بقول له سويتش ليتر. الكيس الاولى ببدا بقى ادخل له مجموعه من الليتر اللي انا هتست عليها، وبدخلها بين كيرلي براكت. الاول بقى ادخل الحرف الاول ما بين سنجل كوت A، الحرف الثاني E ما بين سنجل كوت، الحرف الثالث I، الحرف الرابع O، الحرف الخامس U. والله لو هو واحد من دول يبقى اقول له if print if your letter is a vowel letter. طيب لو ما هوش واحد من دول ادخل على الكيس الثانيه برضه ما بين كيرلي براكت، بعد اقول له why. والله لو هو why your letter is why، حلو جدا. طيب لو ما هوش واحد من الخمسه دول ولا هو الواي هقول له يور ليتر از كونسونانت. كويس جدا. بس ده استخدمت فيها السويتش كيس، انا بتست
على مجموعه من السيناريوهات، وكل سيناريو بحط الليترز فيه ما بين كيرلي براكت وبتست عليها. هقول له ران، والله لو كان مثلا حرف ار لو قلت له انتر هيقول لي ده الحرف بتاعك ده كونسونانت. طب كويس جدا. لو كان مثلا هو حرف اي انتر هقول الحرف بتاعك ده از افاول. لو كان واي هيبقى نفس الحكايه. طيب ما تيجي نجمل الموضوع اكتر، اهو هو نفس البرانشنج ستراكشر بتاعتي، ما غيرتش فيها حاجه اللي هي السويتش كيس. اهو في الاول بدي له برضه الليترز بتاعتي ما بين كيرلي براكت وبرضه هي الواي، بس زودت له حاجه ثانيه، زودت كيس بتقول ايه؟ والله لو الحرف اللي انا دخلته كان احد الاحرف دي اللي هي الحروف الباقيه من الخمس احرف دول والواي اللي هي البي والسي والدي والاف والجي و و و لغايه الزي، بقول له your letter is consonant، ده الحرف ده حرف ساكن. طب لو ما كانش بقول otherwise الليتر ده ايه؟ you didn't enter a lower case a letter. ازاي؟ تعالى كده الرن، لو انا دخلت له مثلا r capital وانتر، شوف you didn't enter a lower case، الحرف اللي دخلته ده ما هوش حرف small، ما هوش حرف ايه؟ ما هوش حرف small. طيب لو دخلت له مثلا a capital هيقول لي برضه يو didn't enter a lower case letter، انت ما دخلتش حرف سمول برضه، انت مدخل حرف كابيتال. لو قمت عامل له رن ومدخل له ايه سمول، هيقول لي your letter is a vowel، الحرف بتاعك ده ايه؟ vowel letter، حرف ايه؟ حرف متحرك. لو قلت له رن وقمت مدخل له واي، هيقول لي الليتر بتاعك ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن الواي. النهارده احنا اتكلمنا على السويتش كيس، وانا فقط بروح اسويتش على المتغير بتاعي اللي انا خزنت فيه الانبوت اللي انا هستقبله من اليوزر. والله الانبوت ده هيبقى انا بتست على مجموعه احرف هتدخل لي، وانا بقول بالذات انا بتست على اللور كيس، لو دخلت له حرف كابيتال بقول له هو الحرف اللي انت دخلته ده ما هوش حرف سمول، وببدا اتست لو الحرف اللي دخل ده كان احد الاحرف اللي هي اللي احنا بنسميها ايو اللي هي اي اي و وإي وآي والحاجات دي كلها، فأنا بتست عليها. لو هو فبقول له أنت دخلت لي فاول ليتر، لو مش هو لو كان واي بقول له أنت دخلت لي واي، لو كان أحد الأحرف اللي هي الكونسونانت فبقول له أنت دخلت لي كونسونانت، لو ما كانش يبقى أنت دخلت لي إيه؟ مش الحرف اللي أنت دخلته ما هواش لور كيس.